هي حصى الكلى؟ عندما تقوم الكلى بتصفية الدم من المخلفات فإنها تنتج البول. أحياناً الأملاح والمعادن التي في البول تلتصق ببعضها لتشكل حصوات صغيرة، يتراوح حجمها بين حجم حبة سكر صغيرة إلى حجم كرة تنس الطاولة. لا يتم ملاحظتها إلا إذا سببت انسداد، تسبب ألاماً إذا دخلت في القنوات الضيقة التي تؤدي إلى المثانة والتي تسمى الحالب. أعراض حصى الكلى: عندما تتحرك الحصوات في المسالك البولية فإنها تسبب التالي: ألم شديد في الظهر أو البطن أو أصل الفخذ، تبول مؤلم ومتكرر، خروج دم مع البول، استفراغ وغثيان. الحصوات الصغيرة تمر بدون أن تسبب أي أعراض. حصى الكلى أو شيء آخر: إذا كانت لديك آلام حادة ومفاجئة في الظهر أو البطن، من الأفضل زيارة الطبيب. ترتبط هذه الآلام بالعديد من المشاكل الصحية، منها حالات طارئة مثل التهاب الزائدة الدودية والحمل خارج الرحم، والتبول المؤلم هو أيضا أحد أعراض التهاب المسالك البولية. تشخيص حصى الكلى: من النادر تشخيص حصى الكلى قبل أن يسبب الألم. هذا الألم عادة ما يكون شديدا لدرجة يجعل المريض يراجع المستشفى، حيث يمكن لمجموعة من الفحوصات الكشف عن الحصى، ويشمل التصوير المقطعي والأشعة السينية والموجات الفوق صوتية وتحليل البول. تحليل الدم يمكن أن يساعد في البحث عن مستويات عالية من المعادن التي تشارك في تكوين حصى الكلى. في الصورة يظهر حصى الكلى يسد الحالب. الرعاية المنزلية لحصى الكلى: إذا كانت الحصوات صغيرة كفاية فأن الطبيب قد يوصي بأن يأخذ المريض مسكنات ألم والانتظار حتى تخرج الحصوة من نفسها. خلال هذا الوقت سوف يوصيك الطبيب أن تكثر من شرب الماء والسوائل حتى يكون البول صافي، تقريبا من 8 إلى 10 أكواب يوميا. إلى أي حد تكون صغيرة كفاية؟ إذا كانت الحصوة أصغر من 5 ملم فهناك احتمال 90% بأنها سوف تخرج من نفسها. إذا كانت بين 5 و 10 ملم فهناك احتمال 50% أنها تمر من نفسها. أكبر من ذلك يكون هناك طرق خاصة لإخراجها. العلاجات: الأدوية: توجد أدوية تساعد الجسم على التخلص من الحصوات. هذه الأدوية ترخي الحالب حتى يسمح بمرور الحصوات. عادة ما يكون لهذه الأدوية آثار جانبية مثل الصداع والدوخة، وتوجد أنواع أخرى من الأدوية تمنع تكون حصوات جديدة. الموجات التصادمية: العلاج الأكثر شيوعاً لحصوات الكلى هو تفتيتها باستخدام موجات صادمة يتم إطلاقها من خارج الجسم. يستخدم هذا العلاج موجات عالية الطاقة لتفتيت حصى الكلى إلى قطع صغيرة يمكنها أن تمر مع البول بسهولة. الآثار الجانبية لهذا العلاج يشمل نزيف، كدمات، آلام بعد العلاج. منظار الحالب: حينما تخرج الحصوة من الكلية وتكون في الحالب قريبة من المثانة، فالإجراء الشائع لها أن يتم إزالتها باستخدام منظار الحالب، وهو عبارة عن أنبوب نحيف يتم إدخاله في المسالك البولية إلى موقع الحصوة. الجراح يقوم بتفتيت الحصوة ويخرج أجزائها عبر هذا الأنبوب. لا يتم عمل أي ثقب أو شق في الجسم. للحصوات الكبيرة ربما يكون الإجراء الجراحي ضروري. تحليل حصى الكلى: ربما يرغب الطبيب بمعرفة مكونات حصوة الكلى التي خرجت أو تم تفتيتها، لأنه إذا عرف سوف يستطيع أن يعطي الأدوية اللازمة أو التعليمات والنصائح حتى لا يسمح بتكون حصى جديدة. ما الذي يسبب حصى الكلى؟ تتكون حصى الكلى عندما يكون هناك تغيير في التوازن الطبيعي للماء والأملاح والمعادن الموجودة في البول. التغيرات المختلفة تكون أنواع حصى مختلفة. هناك أسباب مختلفة تؤثر على هذا التوازن، من أمراض مزمنة إلى الأكل والشرب. عوامل الخطر في تكون الحصى التي يستطيع الشخص السيطرة عليها: قلة شرب الماء هي أكثر الأسباب شيوعاً في تكون حصى الكلى، والغذاء أيضاً يلعب دوراً مهماً. إن كثرة أكل البروتين الحيواني والصوديوم والطعام عالي الإكسيلات مثل الشوكولاتة والخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة ممكن أن تزيد من احتمال تكون الحصوات عند بعض الناس. عوامل أخرى تزيد من احتمال تكون الحصوات هي زيادة الوزن، المشروبات المحلاة، وبعض الأدوية. عوامل الخطر في تكون الحصى التي لا يتحكم فيها الشخص: من سن 40 تزيد مخاطر تكون الحصى، ويزيد الخطر أكثر في سن 50. يزيد الاحتمال إذا كان هناك تاريخ عائلي في تكون حصوات الكلى.
ويزيد أيضا في حالة كانت هناك أمراض معينة مثل ضغط الدم المرتفع، النقرس، التهابات المسالك البولية وبعض أمراض الكلى. لكن السيطرة على هذه الأمراض أيضا يساعد في السيطرة على تكون الحصى الذي يمكن أن تسببه هذه الأمراض. أصبحت حصوات الكلى مشكلة للجنود المنتشرين في البيئات الصحراوية. يقول الأطباء الجفاف هو السبب. بين المناخ الحار والملابس الواقية والميل إلى شرب القليل من الماء يكون الجنود عرضة للجفاف، فتتكون مستويات عالية من الرواسب المعدنية في البول والتي يمكن أن تتجمع معا لتشكيل حصوات. تجنب مشاكل حصوات الكلى في المستقبل. إذا كانت حصوة الكلى مكونة من الكالسيوم فسوف ينصحك الطبيب أن تقلل من أكل الملح لأنه يطرد الكالسيوم من الجسم إلى البول، وأيضا البروتين الحيواني. أيضا يمكن أن يطلب الطبيب تجنب الطعام عالي الإكسلات مثل الشوكولاتة والكافي سريعة التحضير والشاي والفاصوليا والتوت وذوات الأوراق الخضراء الغامقة والبرتقال والتوفي والبطاطا الحلوة. وتبقى أفضل طريقة لتجنب حصوات الكلى هو شرب الماء باستمرار حتى يكون البول صافي. الكالسيوم. على الرغم أن معظم حصوات الكلى تحتوي على الكالسيوم، هذا لا يعني أن تتجنب الأطعمة الغنية بالكالسيوم. في الواقع أن تناول كميات معتدلة من منتجات الألبان وغيرها من الأطعمة الغنية بالكالسيوم قد يقلل من خطر تكوين حصوات جديدة. هذا الكلام لا ينطبق على مكملات الكالسيوم التي تؤكل على هيئة حبوب من الصيدلية، حيث هذه المكملات تم ربطها بحصى الكلى في بعض الناس. اشتركوا في قناة إفادة حتى تصلكم معلومات مفيدة، وشكرا لكم على المتابعة.